أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين من أبواب كتاب أصول الكافي باب فيه ذكر الارواح التي في الائمه هذا الحديث الاول عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام قال ان الله تبارك وتعالى خلق الخلق ثلاثه اصناف وهو قول الله عز وجل وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون فأما السابقون فالسابقون هم رسل الله عليهم السلام وخاصة الله من خلقه جعل فيهم خمسة أرواح أيدهم بروح القدس فبه عرفوا الأشياء وأيدهم بروح الإيمان فبه خاف الله عز وجل وأيدهم بروح القوة فبه قدروا على طاعة الله وأيدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله طاعة الله عز وجل وكرهوا معصيته وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون وجعل في المؤمنين واصحاب الميمنه روح الايمان فبه خاف الله وجعل فيهم روح القوه فبه قدروا على طاعه الله وجعل فيهم روح الشهوه فبه اشتهوا طاعه الله وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون في هذا الحديث الشريف وكذلك الأحاديث الأخرى من هذا الباب ومن أبواب أخرى بيان أن الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى للأنبياء والأئمة والأوصياء هذه روح تتميز عن أرواح غيرهم كما أن الروح التي في المؤمنين تتميز عن الروح التي في الكفار والفاسقين. الله سبحانه وتعالى اصطفى الانبياء والاوصياء والائمه. مثلا قال سبحانه وتعالى: ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض وبالنسبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يعني خلقهم مصطفين خلقهم بحيث أن روحهم وجسمهم كان خال من كل عيب ونقص وهذا الاصطفاء يبدأ من قبل هذه المرحلة التي هم في الدنيا، يعني الله سبحانه وتعالى مثلا حسب الروايات الكثيرة، خلق روح محمد وآل محمد، وآل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام، هذه الروح خلقها وكانت وكانوا اشباح نور حول العرش. خلقها طاهرة مطهرة مصطفاة. وكذلك خلق اجسامهم ايضا من عليين ومن اعلى عليين. وعليون في الجنة. فايضا ابدانهم طاهرة مطهرة. من كل دنس ومن كل عيب الروح التي خلقها لهم الله سبحانه وتعالى جعل فيها جهات خمس الجهه الاولى ان الله سبحانه وتعالى طهر تلك الروح تطهيرا الهيا بالكتاب والحكمة والفيض الإلهي. فلذلك سميت هذه الروح بروح القدس، لأن القدس بمعنى الطهارة. وهذه روح القدس تسمى روح القدس، غير تلك الروح التي تسمى روح القدس، وهو جبرائيل عليه السلام. وغير الروح الذي يسمى روح القدس وهو مخلوق اعظم من الملائكه حيث قال الله سبحانه وتعالى تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر لان للروح وكذلك لروح القدس معاني مختلفه متعدده وقد ذكرناها فيما مضى في باب الروح من كتاب التوحيد لكن المقصود ما يتعلق بهذا الحديث الجهة الأولى في أرواح الأنبياء والأئمة والأوصياء أن هذه الروح مطهرة طهرت بأي شيء بالكتاب والحكمة والفيض الإلهي فلذلك هذه الروح تسمى روح القدس يعني الروح الطاهرة بأشد الطهارة، لا دنس فيها، ولا عيب فيها، والله سبحانه وتعالى في آية التطهير يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ويطهره، ويطهركم تطهيرا، إنما هذه أداة حصر، فتدل على أن هذه الإرادة منحصرة بأهل البيت، لا تشمل سائر الناس. انما يريد الله، هي ارادة تكوينية وليست ارادة تشريعية، لان الارادة التشريعية الله ارادها للجميع، يعني الله سبحانه وتعالى انزل القرآن ليهتدي به الجميع، انزل الاحكام ليهتدي بها الجميع، فهذه ليست خاصة بانسان دون انسان، الارادة التشريعية عامة. في هذه الايه في ايه التطهير الله سبحانه وتعالى قال انما حصر فحينما يحصر ارادته في تطهير اهل البيت يعلم انها ليست اراده تشريعيه وانما يراد بها اراده تكوينيه يعني خلقهم طاهرين مطهرين من كل دنس وكل عيب وهو معنى العصمه هذه الروح الجهة الأولى فيها أنها روح طاهرة، التطهير كيف حصل؟ عبر التعليم، فلذلك هذه الجهة من أرواحهم بها عرفوا الأشياء، من حقائق الأشياء الله سبحانه وتعالى علمهم عبر تطهير أرواحهم، والتطهير هذا من باب حسب الاصطلاح ضيق فمركيه يعني خلقهم مطهرين لا انه خلقهم ثم طهرهم هذه هي الجهه الاولى في ارواحهم الجهه الثانيه في ارواحهم انها تلك الروح تخشى الله سبحانه وتعالى لماذا تخشى الله لان الله سبحانه وتعالى افاض اليها الايمان فلذلك هذه الروح بهذا الاعتبار تسمى روح الايمان هذه الجهه الثانيه في ارواحهم الجهه الثالثه في ارواحهم ان هذه الروح سبب القدره على العمل ومزاولة الأمور. ولذلك بهذا الاعتبار تسمى روح القوة. فلذلك قدروا على طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني الآن نحن أجسامنا من المادة. لا فرق بين أجسامنا وبين سائر المواد. لكن نحن نقدر بهذه الماده التي هي اجسامنا ان نعمل الاعمال لماذا لان هناك روح تحرك الجسم هذه الروح باعتبار انها توجب قدره الانسان على الاعمال المختلفه تسمى روح ال قوة. بالنسبة لروح الأئمة والأنبياء والأوصياء عليهم جميعاً الصلاة والسلام. هذه الروح فيها هذه القوة، يعني جعل الله سبحانه وتعالى فيها القوة. لذلك قدروا على طاعة الله. الأنبياء والأئمة والأوصياء كانوا يطيعون الله سبحانه وتعالى بأعمالهم بكلامهم. كيف؟ لان الله سبحانه وتعالى جعل القوه في الارواح والارواح هي التي تتحكم في الاجسام الجهه الرابعه في ارواحهم روح الشهوه يعني اشتهاء الاشياء اشتهاء الاشياء هذه بسبب الروح الميت لا يشتهي الاجسام الجامدات لا تشتهي شيئا وانما الاشتهاء انما يكون للاجسام ذوات الارواح وفي الواقع هذه اشتهاء الارواح الاجسام هي واسطه يعني هو في الحقيقه هكذا انه الذي يشعر هو المخ الذي ينظر هو المخ الذي يشعر بالروائح هو المخ الذي يشعر بالمذاق هو المخ وكذلك باللمس هذا العلم الجديد اثبته ايضا وانما العين الاذن اللسان اللامس هذه وسائط زين المخ كيف يشعر في الحقيقة هو المخ ما يشعر الروح تشعر أيضا المخ وسيلة للروح زين فإذا جعل الجهة الرابعة في أرواحهم روح الشهوة لماذا جعل روح الشهوة لأنه حياة الإنسان بجسمه يتوقف على ذلك تريد تعيش في هذه الدنيا لا بد من أمور مادية ضرورية للإنسان الطعام ضروري للإنسان لاستمرار حياته إذن الإنسان يشتهي الطعام فيأكل فحياته تستمر الإنسان يشتهي الزواج فيتزوج فالنسل يستمر وهكذا سائر ما يشتهيه الإنسان وهذه الجهة جهة الاشتهاء ترتبط بالروح أيضا زين الإنسان العادي المتعارف قد يصرف هذه الجهة في الالتذاذ يلتذ فقط لأن إذا فقط يصرف في جهة الالتذاذ فما الفرق بينه وبين البهيمة؟ البهيمة أيضا كذلك. همها علفها أو همها تقممها. الله سبحانه وتعالى منح الشهوة للإنسان لمصلحة لازم يأطر هذه الشهوة في الإطار الذي أراده الله سبحانه وتعالى منه. الله أعطاه شهوة الطعام لان حياه جسمه تتوقف على ذلك اذا ما ياكل يموت يصرف هذه الشهوه في الاطار الحلال يعني شنو يعني ياكل الطعام الحلال من المال الحلال بالكيفيه المحلله يلتذ بذلك لا باس قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق لكن مو هم الاساسي الالتذاذ الله سبحانه وتعالى أعطى شهوة الزواج للإنسان، لماذا؟ ليستمر النسل، المؤمن يستفيد من ذلك، ولكن هدفه الأساسي استمرار النسل، لا مجرد الاشتهاء فقط، لذلك يضعه ضمن الإطار الشرعي، الإطار الشرعي هو أن يكون بالزواج وبالحلال. وبالكيفية التي أمر بها الله سبحانه وتعالى. هذه الجهة الرابعة في الأرواح. الجهة الخامسة روح المدرج. يعني الفرق بين الإنسان والجماد شنو هو؟ بالروح. لذا حينما الروح تنفصل عن الجسم، الجسم يتحول إلى جماد. لا فرق بينه وبين سائر الجمادات. هذه جهات خمس في ارواح المعصومين عليهم الصلاه والسلام. روح القدس وروح الايمان وروح القوه وروح الشهوه وروح المدرج. بالنسبه للمؤمنين الله سبحانه وتعالى جعل في ارواحهم اربعه جهات او جهات اربع. روح القدس لا توجد في ارواح المؤمنين روح القدس خاصه بالمعصومين الانبياء والاوصياء والائمه وانما فيهم روح الايمان، روح القوه، روح الشهوه، روح المدرج. اما سائر الناس من غير المؤمنين الكفار او الفساق هؤلاء روح القدس لا توجد فيهم. روح الايمان لا توجد فيهم وانما توجد فيهم روح القوه وروح الشهوه وروح المدرج يعني الروح الذي لاجل ذلك الروح يتميز عن الجماد وبه يقدر على الامور وبه يشتهي الامور بس به لم يؤمن هذا الكافر او الفاسق اما المؤمن به يؤمن ولذلك الله حينما اصطفى الأنبياء والأئمة هذا هذه الجهة روح القدس هذه الجهة جعلها في أرواحهم زين نقرأ الحديث الشريف قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ثلاثة أصناف عندنا أصحاب اليمين وعدنا أصحاب الشمال وعدنا السابقون في سورة الواقعة الله سبحانه وتعالى يقول وكنتم أزواجا ثلاثة يعني ثلاثة أصناف فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون بالنسبة للسابقين ماذا يقول ثل مجموعة من الأولين و قليل من الآخرين لكن بالنسبة إلى أصحاب اليمين ماذا يقول؟ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين لماذا؟ السبب في ذلك أنه في الأولين يعني قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله إحنا عدنا عشرات الألوف من الأنبياء وأوصيائهم المعصومون عشرات الألوف يعني إحنا بالنسبة للأنبياء عندنا حديث يحصرهم بمئة وأربعة وعشرين ألف نبيا وكلهم معصومون ولهم أوصياء طبعا الأوصياء قد يكونوا قد يكونون أوصياء الأنبياء السابقين قد يكونون أنبياء وقد يكونون أئمة فعلى كل حال عشرات الألوف من المعصومين في الأمم السابقة، لكن في هذه الأمة كم معصوم عندنا احنا؟ وقليل من الآخرين، رسول الله محمد صلى الله عليه واله، والأئمة الاثنى عشر، وفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وقليل جدا من الذين يرتبطون بهم. العباس عليه السلام والسيده زينب والسيده ام كلثوم وهكذا، لذا صار ثله من الاولين وقليل من الاخرين، يعني في هذه الامه يمكن ما يتعدون 30 40 واحد، المعصومون على ال 14 وبعض من يرتبط بهم، اما بالنسبه للامم السابقه عشرات الالوف 124 الف نبي. هذا بالنسبة إلى السابقين. أما بالنسبة إلى أصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. مجموعة كبيرة من الأمم الماضية. أصحاب الأنبياء الذين آمنوا بهم. كم عددهم؟ لا نعلم. ملايين الملايين. وكذلك في هذه الأمة. ايضا كم عددهم لا نعلم ملايين الملايين هذا القسم الثاني القسم الثالث واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم خلق الخلق ثلاثه اصناف وهو قول الله عز وجل وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب البيمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى آخر الآيات الشريفة فالسابقون منهم هم رسل الله عليهم السلام وخاصة الله من خلقه يعني الرسل وخاصة الله خاصة الله يشمل سائر الأنبياء الذين لم يكونوا رسلا ويشمل الأوصياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام هؤلاء جعل فيهم خمسة أرواح ذكرنا انه ليس مراد خمسه ارواح منفصله وانما المراد روح واحده فيها هذه الجهات الخمس او يمكن ان يقال انها روح مركبه من هذه الجهات الخمس، شلون جسمنا الان مركب من راس ويد ورجل مثلا وهكذا من اعضاء مختلفه وهو جسم واحد وتشوف واحد جسمه مثلا ناقص معوق مثلا. لعل الروح ايضا كذلك يعني روح واحده لكنها مركبه من خمسه اجزاء. جعل فيهم خمسه ارواح. ايدهم بروح القدس، ذكرنا ان روح القدس في هذا الحديث ليس جبرائيل او ذاك المخلوق اللي هو اعظم من الملائكه. وانما المراد جهه طهاره هذه الروح. شده الطهاره. فبه عرفوا الاشياء لان كيف طهرهم بذلك طهرهم بالعلم والكتاب والحكمه لذا عرفوا الاشياء يعني حقائق الاشياء احنا الان لا نعرف حقائق الاشياء الله سبحانه وتعالى يقول يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون حقائق الاشياء لا نعرفها نعلم الظواهر حتى العلم يعلم الظواهر لا يعلم حقائق الأشياء هذه الروح الأولى وأيدهم بروح الإيمان فبه خاف الله عز وجل تلك الروح تخشى من الله لأنها مؤمنة فبهذا الاعتبار سميت روح الإيمان وأيدهم بروح القوة يعني احنا الان عندنا قدره على بعض الاشياء هذه القدره من الروح وروح الانبياء ايضا فيها هذه الجهه لكن نحن قد نصرف هذه القوه والعياذ بالله في معصيه الله او في امور لغو لكن اولياء الله الانبياء والائمه يصرفونها في طاعه الله حتى أعمالهم العادية إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى وأيدهم بروح القوة فبه قدروا على طاعة الله وأيدهم بروح الشهوة التأييد يعني التقوية هذه الروح أيضا لها الشهوة لأن الحياة تتوقف على ذلك زين الناس العاديين عند الشهوة يصرف حتى إذا كان مؤمن، يصرف هذه الشهوة فيما يلتذ به، حتى لو كان من حلال، لكن الأنبياء والأولياء والأئمة يصرفون هذه الروح لأي جهة فبه اشتهوا طاعة الله، طاعة الله عز وجل، وكرهوا معصيته، هذا ليس معناه أنه لا يلتذون بالأطعمة التي يأكلونها مثلا، لا المقصود أنه الجهة الأساسية هي الالتذاذ طاعة الله حينما يطيع الله سبحانه وتعالى يلتذ يشتهي طاعة الله أنت الآن جوعان يجيب لك طعام شهي تشتهي ذلك الطعام وتأكله بشراهة الأنبياء والأئمة روح الشهوة التي فيهم بها يشتهون طاعة الله، يعني يحب يصلي يحب يصوم يلتذ بالصلاة يلتذ بالصوم مو مثل كثير منا اللي كأنه هم على قلبه "وجعل فيهم روح المدرج" المدرج شنو هو؟ من درجة بمعنى المشي والانتقال روح المدرج يعني الروح التي تجعل الإنسان يختلف عن الجماد، الإنسان الحي والإنسان الميت شنو فرقه؟ واحد الآن حي كان مات، تشوف كل الأعضاء نفسها ماكو فرق، أعضاء الميت وأعضاء الحي ماكو فرق، شنو هو الفرق؟ الفرق أن الروح انفصلت عن الجسم فقط هو هذا، صار الجسم حاله حال, حال بقية الجمادات لانفصال الروح عنه وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون فالروح التي في المعصومين عليهم السلام هذه الروح فيها خمسه جهات او مركبه من خمسه اجزاء اما بالنسبه للمؤمنين واصحاب الميمنه بعد ماكو اصطفاء لهم وانما الله سبحانه وتعالى خلقهم جميعا سواء لكن كل واحد بعمله وبطاعته وباختياره يصير مؤمن او لا, لا سمح الله يصير كافر او فاسق فلذلك روح القدس ليست موجوده في المؤمنين لكن الارواح الاربعه الاخرى يعني الجهات الاربعه الاخرى في ارواح المؤمنين موجوده روح الايمان موجود فيهم وجعل في المؤمنين وأصحاب الميمنة هذا عطف تفسيري روح الإيمان فبه خاف الله وجعل فيهم روح القوة فبه قدروا على طاعة الله وجعل فيهم روح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون أما بالنسبة إلى سائر الناس روح القوة روح القدس غير موجود فيهم هذا الجانب روح الإيمان غير موجود فيهم طبعا إذا راجعنا إلى القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى استعمل هذا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه على كل حال في الحديث الشريف أكو إذا زنى الزاني فارقه روح الإيمان وهناك أحاديث أخرى أيضا تدل على ذلك مثلا وآيات أيضا مثلا قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا المؤمن حي لماذا؟ لأن روح الإيمان موجودة فيه ذاك اللي في الظلمات الكافر هذا ميت لانه روح الايمان ليست موجوده فيه بهذا الاعتبار صار ميتا اي بيروح القوه بيروح الشهوه بيروح المدرج لكن لانه روح الايمان ليست موجوده فيه لذا عبر عنه ميتا عندما صار في روح الايمان يعبر عنه بالحي او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس النور القرآن النور الرسول الإيمان الذي بالله وبالرسول وبالأئمة عنده أفمن كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا للإيمان والعمل الصالح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد واله الطاهرين